عايزك تعقب على الجزئيه دي يا تامر، وبعدين نتكلم بقى، نبتدي نتكلم على لقاء منتخبنا الوطني يلاقي ازاي على حته الاصابه يعني. على حته الاصابه. بص يا ابراهيم، زي ما قلت لك، هي زي ما كابتن احمد بيقول ان اللعيب بيبقى حتى لو الجهاز قال له، حتى لو الدكتور قال له ريح، انا شايف ان الاصابه كبيره. لا يعني انا بتكلم على الحاله بتاعتي، لما حصل لي كنت حاسس ان فيها حاجه وكان قطع جزئي. لما عانيت ونزلت لعبت وكنت بلعب عادي كده يعني مع اصحابي، ونزلت ولعبت وكملت عليها، بقى قطع كلي. فالعمليه مش يعني لازم تعذر الجهاز الفني، عفوا الجهاز الطبي، لان بعد في دكاتره كبار جدا بيختلفوا على الاصابه دي، واللي بيفصل في الموضوع ده الرنين المغناطيسي. صحيح. والله الرنين المغناطيسي بيفصل كمان. ليه؟ انا رحت عملت رنين مغناطيسي وطلع قالوا لي ان انت ما فيش قطع في الباط سايد. ليه بقى؟ هقول لك ليه. لان الرنين المغناطيسي لازم يتعمل في وقتها على طول، بيبان الرباط لما بتقطع بيحصل نوع من انواع ان هو بيرجع مكانه تاني، فيبقى باين ان هو التئم مكانه مش مقطوع. وده حصل معايا على فكره. يعني انا لما عملت تاني يوم بان اني إن لما شخصت انه قريب من بعض، قالوا لي لا ما فيش، احنا مش شايفين في قطع. ولما رحت للدكتور عايز قال لي لا، انا عمال قلت له انت عندك رباط صليبي، وطلعت المانيا وعملت رباط صليبي. شخصت غضروف قبل كده؟ التقرير كتبي ان انا عندي رباط صليبي. والله من وانا بلعب في الاهلي. وارد. هي بتبقى شويه بالخبره شويه يعني، بيقدروا ان هو الدكاتره بيشوفوها بشكل اللي هو بيشوفوا حركه الركبه. بالظبط. على كل ان يرجع ان شاء الله باذن الله بألف سلامه، شهور ويرجعهم ان شاء الله مروان محسن، ويرجع للنادي الاهلي ويرجع لمنتخبنا الوطني.